أكثر شيء حبيته في المدينة أنه منقسم لأقسام عدة، وكل شاب أو شابة تقدر تلاقي روحها في قسم من هالأقسام وتطور نفسها فيه. كل أجواء المدينة حلوة، الألوان الموجودة، الأشكال الموجودة، الأشياء، في كل ما تمشي شوي تلاقي مثلاً في نصيحة قدامك، استمر، روح، اشتغل على نفسك، هذه الأشياء إحنا محتاجينها. أكثر شيء أحبه في المدينة التنظيم اللي موجود والبرامج متنوعة وتناسب جميع الأذواق والميول. فأكثر شيء عجبني صراحة في المدينة هو برنامج هاي بيوت، لأن علمني على وايد أشياء، أضاف لي صراحة الكثير من الخبرات. أكثر شيء أحبه في المدينة اللمة، الناس اللي تعرفت عليهم في ذي المكان من زمان ما شفتهم، فأكثر شيء أحبه وجودهم. أكثر شيء أحبه في مدينة شباب إنه يعلمونا مهارات جديدة بطريقة حلوة، ومو كنا ما يحسسونا ان كنا مدرسة او شيء، يعني بطريقة حلوة. الاجواء اللي تعودنا كل سنة ان ميدانية تكون موجودة، الفعاليات، الاشياء الحلوة، يعطينا يعني فايب حلو. دائما انا كنت اقول في السنوات الماضية وفي هالسنة ان اكثر شيء حلو انه هو تجمع شبابي بحريني. يعجبني فيه ان تقدم فرص للناس انها تتعلم، مثل الشباب، يعني فئه الشباب تقدم لهم فرص انه يتطورون في مجالات، يعني في جميع المجالات. اكثر شيء احبه في المدينه هي الفعاليات المصاحبه والاوادم اللي موجوده، ان سهل ان انت تتعامل معاهم وتسوي برامج وياهم. والله سؤال صعب يعني صراحه. صراحه بشتاق واجد للاساتذه لانهم وايد كانوا سبب في تطوير شخصيتي وثقتي. ممكن أقول الجو الحلو، وأن إحنا ويا ربعنا ويا الناس اللي يمكن ما نشوفهم وايد نشوفهم في المدينة، نجتمع وياهم هني. الناس تعرف عليهم كبرك من الشغل أكيد يعني عن بعض، ولكن أتمنى إن إحنا ما نفقد بعض. أكثر شيء بشتاق له في المدينة إسراء طبعاً. شكراً. الصراحة أكثر شيء أعتقد إني بشتاق له بعد مدينة شباب هو نفس ما قلت التحديات الموجودة. أكثر شيء بشتاق له أجواء المدينة، هاي الأجواء ما تتكرر. أكثر شيء بشتاق له في مدينة شباب تعامل الطلاب والمنظمين مع بعض، وإنه شلون يعني كنا فرندلي، مو كنا طالب قاعد يتكلم مع أستاذة أو منظمة أو شيء يعني. بشتاق حق المدينة بنفسها وربعي الموجودين والاستاذ. المدينه بكبرها بشتاق لها يعني. اكثر شيء بشتاق له المكان، الناس، زملائي في برنامج تايني هاوس. تعودت ان شهر كامل كل يوم نشوف بعض، نشتغل على مشروعنا اللي قاعد نخلصه. والله بشتاق حق وايد اشياء، اول شيء البرنامج، بيكون عندي وايد فراغ في يومي ان انا ما باي وبتعلم شيء جديد. اكثر شيء بشتاق له ان شاء الله لمه الناس. لو قالوا لي ان اخر سنه مدينه الشباب ترى شعور يعني يضايق ويزعل في نفس الوقت. تجري ترى تضايقني وايد، احس بصيح صراحه، بتضايق واعتبرها خساره كبيره صراحه. اذا انت تعود على المدينه واجواءها برامجها والناس اللي فيها يعني تحس وايد صعب انك تهدن. شيء وايد يزعل لان تعودت على المدينه وصار يعني كل سنه تقريبا ادشها، فبشتاق له وبشتاق حق المدينه وايد يعني. وايد بتضايق، وايد بزعل، لان المكان وايد غالي علي، علمني وايد، طور من نفسي وايد، الحياه في مدينه الشباب تفرق عندي وايد، بلس الناس اللي تعرفت عليهم. يعني لان هاي المدينه احنا ننطرها كل سنه، يعني هي ما تصير الا في السنه مره ولفتره معينه، احنا ننتظرها مثل ما نقول بشوق. يعني خساره للشباب انه بيخسرون فرصه انه يقابلون بعض، يتعرفون اكثر على البرامج. تعودت انه دائما كل سنه اني اشارك في المدينه، وكل سنه انتظر هالوقت انه هي عشان اشارك. اتمنى انه ما يكون يعني هالشيء يصير، يعني اتمنى ان المدينه تستمر. صراحه المدينه فكره واجد عظيمه حق تطوير الشباب، فأتمنى إنها أبداً ما توقف، حتى أتمنى أولادي أو حتى أحفادي المستقبليين إن يشوفون هذه المدينة. أو شكراً إن كل سنة سويت لنا مدينة الشباب، وبليز لا تسكنها، لأن مشاركين منظمين وايد تعودوا على هالشيء، وهاي تقريباً البرنامج الأغلب في الصيف.